على مصر كلها مش على النادي الاهلي بس. يعني يوم ذكرى سيئه 1 فبراير، لكن هنفضل احنا نفتكره دايما، وهنفضل دايما بنعتبرهم هم اكبر رمز في تاريخ النادي الاهلي، لانهم ضحوا بحياتهم من اجل النادي. يعني فمفيش اغلى من كده واكبر من كده، ويعني ربنا يعني قدرنا احنا نحاول نعمل اي حاجه لو بسيطه ليهم، ويصبر اهاليهم يا رب على اللي حصل ده، ويعوضهم خير في حياتهم يا رب ان شاء الله. بالتاكيد هو يوم ما يتنسيش خالص في البشريه عامه، مش في كره القدم بس. يعني يوم طبعا صعب جدا جدا بمجرد التفكير فيه او الذكرى يعني، لكن رغم مرور 7 سنين لكن الواحد حاسس بالناس واهلهم يعني، فربنا يصبرهم. يعني مشهد صعب جدا يتكرر زي ما قلت لك في البشريه، لكن احنا كمان بنبقى حريصين في يوم زي ده التواجد بشكل كبير قوي، وخصوصا العصر كمان. يعني انا كنت موجود في طبعا كنت موجود في اليوم ده، هو ما زال كابوس يعني ما تقدرش تنسى ابدا يعني، لكن ربنا يصبر اهلهم طبعا. يوم عصيب مش على جمهور النادي الاهلي بس، لا على مصر كلها، ان شباب صغير وشباب مسالم راح يشجع فرقته ان يحصل له حاجه زي كده. طبعا ان شاء الله يكونوا في الجنه، ويكونوا ان شاء الله في مكان احسن من اللي احنا فيه هنا ان شاء الله. طبعا احنا في يوم زي ده بننعي اسر شهداء جماهير النادي الاهلي، يوم فعلا عصيب بيعدي علينا كل سنه. الجماهير دي وقفت جنب النادي الاهلي وجنبنا دايما كده في كل المواقف، وبنشكر مجلس اداره النادي الاهلي انه في يوم زي ده دايما بيحيي الذكرى بتاعتهم. ما عندناش غير ان نقول ان احنا ربنا يرحمهم، ودايما دايما بنفتكرهم، وزي ما جماهير النادي الاهلي بتقف جنب النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما واقف جنب جماهيره وبيحيي ذكرى كل سنه ان شاء الله. في يعني في موقف جميل، يعني انا عايز اقول لك المشاعر النهارده الناس واقفه، مشاعر الناس متاثره جدا بالحدث ده، حدث سيء جدا. بنعزي اسر الشهداء كلهم في مصابهم، وربنا ما يرجع للايام دي تاني. وفي نفس الوقت ده رساله من النادي الاهلي دايما ان هو ما بينساش حد، وان هم دايما في قلب النادي، وان هم دايما في حسبانه، وان هم ما بيتاخرش عليهم، ودي تخليد لذكراهم، وربنا لا يوردهم تاني. والله انا بشكر النادي على اللفته الطيبه اللي بيعملها سنويا، وبدعي للشهداء بالرحمه والمغفره يا رب، وربنا يتغمدهم بواسع رحمته يا رب. و دايما الاهلي ما بينساش اولاده وشهدائه، واللفته الطيبه دي طبعا بنشكرهم عليها ان هي سنويه ولسه مستمره، ويا رب دايما مستمرين في الخير دايما. النادي بقى له كام كذا سنه بيحيي ذكرى الشهداء الحادثه بتاعت الماتش دي، وطبعا دي لفته جميله ان كل الفرق جايه مشاركه في الموضوع، وفرقه الكوره طبعا راسها فرقه الكوره، ومجلس الاداره بالكامل كان موجود. دي حاجه كويسه طبعا جدا من النادي ان هو بيحيي ذكرى شهداء النادي الاهلي.